بص، من الحاجات اللي بشوفها ان هي بقت موجوده بجد بشكل مبالغ فيه عمليات التجميل دي، مش عارفه بس بحس انه الموضوع ده بقت عاده، ما بقاش فكره انه انا محتاجه كذا فبعمله. لا يعني قصدي اوكي، انا مش ضد خالص على فكره الفيلر والبوتوكس والحاجات دي، انا في يوم من الايام هعمل الحاجات دي على فكره، انا في يوم من الايام اكيد هلجأ يعني الحاجات دي اكيد، وهي مش غلط، وده يعني ده يعني احنا الطب بيتقدم علشان نبقى احلى ونبقى اجمل ونبقى اصغر، ولكن ما اعرفش بقيت احس ان الموضوع بقى موضه اكتر من ان هو انا عايزه ابقى حلوه عشان انا عايزه ابقى حلوه، فاهم قصدي؟ دي من العادات اللي انا بشوف ان هي بقت مبالغ فيها الصراحه قوي في البنات يعني. لا غير كده، لا انا بشوف ان البنات زي الفل ما فيهمش اي حاجه. ليه دايما يقولك لو الولد بيحب البنت بتكره ولو البنت بتحب الولد بيكره؟ هو كده عشان ممنوع مرغوب. هي كده، هو القط يحب خناقه، كانت ماما دايما تقولي القط يحب خناقه. منا لو حد بيحبها قوي ممكن ما تحبوش؟ لا لو ممكن يخنقك او بحبه ازاي؟ لا ما هي طريقة الحب برضو بتفرق. بص عايزة اقولك في حب مؤذي، وممكن يكون حب صادق وحب بجد وحب يعني ليفل الحب عالي جدا، ممكن يكون شخص بيحبني جدا 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 بس طريقه حبه مثلا بيحب حب امتلاك مثلا. احنا في المجتمع بتاعنا دلوقتي في الايام اللي احنا فيها في العصر اللي احنا فيه ما ينفعش احجمك. انا بشوف انه يعني في حب، في انواع كتير من الحب، من ضمن الانواع دي في انواع مؤذيه. في بنت ممكن تحب راجل لدرجه ان هي ما تنزلوش من بيتي يشوف شغله مثلا، ده ما هو ده حب مؤذي. وفي راجل بيحب بنت لدرجه ان هو ممكن يخنقها ويحبسها في البيت وما ينزلهاش وما يخليهاش تروح تشوف اهلها وحاجات مش طبيعيه، فاهم قصدي؟ فبقول لك انه اكيد الحب حلو بس مش كل انواع الحب حلو. الحب اللي بتدور عليه من نعرفها شكله عامل ازاي؟ العادي والله. بعدين انا ما بدورش على حب الصراحه دلوقتي، انا بشتغل و... لا خالص. اكيد انا بص اصل هو الحب مش راجل وست بس يعني. بص ما اعرفش، انا يعني اتكلمت في الموضوع ده ويعني بتكلم فيه مع نفسي دايما، ولكن بصراحه دلوقتي يعني لا مركزه على الجانب. انت وانت بتحلمي اي بنت كده وهي نايمه بتحلم بحبيب، بتحلم بتبقى احلامك ان العلاقه يبقى شكلها عامل ازاي؟ علاقة صحية أكيد، علاقة طبيعية فيها دعم، فيها يعني فيها سبورت، أنا بدعمك وأنت بتدعمني نفسيا وعاطفيا وكل حاجة. علاقة صحية يعني، أنا بشوف دايما أن الحب الصحي بيخليك أنجح وأحلى وأشيك وأرقى وأزكى كده، أنا بشوف كده.